بكلمكم عن ابر النظاره البروفاوند والبروفايلو، وبقول لكم حقيقه هذه الابر بدون اي تحيز. هذه الابر عباره عن حمض هيالورونيك اسيد نحقنه تحت الجلد لغرض النظاره، اجراء جدا بسيط وسهل وسريع. بصراحه هذه الابر في بدايه لما انتشرت كنت اسويها للمراجعات، ولكن بعد فتره اكتشفت ان اكثر من 50% من اللي سويت لهم ردوا لي وقالوا لي ما شفنا اي نتيجه، فاضطرت اني اعوضهم في جلسات ليزر. بصراحة في تسويق رهيب جدا على هذه الأبر، وفي مبالغات جدا رهيبة أن تعطي النظارة. ما أقول أنه مو مفيدة نهائيا، ولكن في مبالغات، وعشان تحصلون على النظارة أشوف أنه في خيارات أرخص وأفضل من أبر البروفاوند والبروفايلو. ما أقول لكم لا تسوونها نهائيا، ولكن تخلونها آخر خيار. ليش؟ لأنها مربحة جدا للطبيب، ولكن فيها خسارة كبيرة للمرضى والمراجعة. وبصراحة أفضل شيء للنظارة هو شد الوجه، لأن هذا راح يعدل مساقط الضوء عن طريق استخدام إبر الفيلر والبوتوكس، تعطي نتيجة فورية وحلوة. أيضا الديرما رولر مع الفيتامين سي، هذا الشيء راح يحفز الكولاجين على المدى البعيد، راح يعطيكم نظارة للوجه. وأيضا الترطيب المستمر، هذه الأمور حيل جدا مهمة. طبعا حماية الوجه بعد من الشمس، هذه الأمور هي اللي تحافظ على البشرة تكون دائما نظرة وحلوة. بعد صيف طويل وشمس قوية، أكثر شيء يهم الناس الحين حماية البشرة من التصبغات أو تفتيح التصبغات، وما نقدر نسوي هذا الشيء ونحمي البشرة أو نفتح التصبغات إلا باستخدام كريمات الحماية من الشمس، لأنها تعتبر أهم روتين على الإطلاق يومي لازم نستخدمه. الأزرق هذا اللي شايفينه من جوفيلاب فيه حماية من الشمس زائد مادة الألفا أربيتين، هذه المادة أكثر مادة عليها دراسات آمنة بديلة للهيدروكينون. وهذا الأزرق الكريم الحماية من الشمس هو الوحيد اللي مر علي بحياتي من الكريمات فيه حماية من الشمس زائد مادة الألفا أربيتين للتفتيح. ما راح تحصلون كريم مثله يعني في الصيدليات، ما في كريم عبارة حماية من الشمس زائد مادة الألفا أربيتين، هذا هو الوحيد. البرتقالي عبارة عن فقط حماية من الشمس، ما في تفتيح، فحماية من الشمس هذا حماية زائد تفتيح. وبصراحة اللي عجبني فيهم خلاني دائما أوصفهم المرضاي إنه لما لقيتهم في صيدليات رويال أسعارهم حيل رخيصة، يعني دائما كريمات تفتيح تكون 20 دينار وفوق، هذا كريم تفتيح ألف أربيتين زائد حماية من الشمس فقط ب 12 دينار، وهذا حتى بتسعة وشي، فأسعارهم رخيصة. فالشغلات الرخيصة دائما أوصفها للمرضى عشان لا أشق عليهم ولا يكون في تكاليف عليهم، ويكون يقدرون دائما يستمرون عليهم باستمرار. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب، عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. أشوفكم على خير.